حياكم الله مشاهدينا مشاهدي قناة السامرية من برنامج مورنينغ لايف. الإمام علي ليس ملكا لطائفة وليس ملكا للإسلام. الإمام علي قيمة إنسانية علمية كبيرة. هكذا نرى الإمام علي وهكذا علمنا آباؤنا وأجدادنا كيف ننظر إلى هذا الرجل العظيم الذي اتضع الإنسانية ببصمته الروحانية والأخلاقية والفكرية والعلمية. عظم الله أجورنا وأجوركم جمالا. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة السومرية وين ما تكونون. طبعا راح نستضيف ضيفنا الدكتور رافد عبد الحسن، باحث إسلامي في التعامل الإنساني في سيرة الإمام علي عليه السلام. أهلا وسهلا بك دكتور، منور برنامج مورنينغ لايف. رمضان مبارك عليك. عظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله دكتور. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بك دكتور، نورتنا اليوم، نورتنا دكتور، اهلا وسهلا بك. الامام علي عليه السلام حقق العداله الاجتماعيه وحافظ على الحقوق الفرديه، تقدر تفسر مع انه كان بذلك العصر حاكم. بالبدء احييكم واحيي المشاهدين الكرام، وعظم الله اجورنا واجوركم بذكرى استشهاد إمام المتقين ورمز الإنسانية الإمام الأعظم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك الحديث في علي بن أبي طالب يعني الحديث في القرآن، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم وعلي يهدي للتي هي أقوم. وعلي هو عدل القرآن وشريك القرآن، وقطعا صفحات القرآن التي تكلمت عن الإنسانية لا حد لها، فجاء التطبيق بيد هذا القائد الذي سنحت له الفرصة أن يتسلم قيادة الأمة ويطبق الإنسانية. ولكن أي إنسانية؟ ليست إنسانية المنتمي. نحن نعلم ست أن هناك إنسانية تعتني بالطائفة، تعتني بالعنصر، تعتني بالمنتمي لها. علي مارس الإنسانية الحق على جميع المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو العنصرية أو نحو ذلك، حافظ لكل هؤلاء حقوقهم. هذا من جانب. من جانب آخر ما كاد يفرق بين شريف وذليل إطلاقا. ينقل لنا التاريخ أن هناك عزيزة شريفة من قومها دخلت عليه مع أملها خادمة، قالت له: يا أمير المؤمنين ما أنصفتني. قال: كيف؟ قالت: بلغنا عطاؤك فوجدناك قد ساويت بيننا وبين هذه الأمة. يقول: نزل علي من على منبره، أخذ حفنة من التراب، قال: والله ما وجدت فرقا بين ولدي إسماعيل وولدي إسحاق، كون أن أم إسماعيل كانت هاجر أمة وأم إسحاق العزيزة سارة. هذا الإنسان في منظومة علي بن أبي طالب سخر كل موارد الدولة لخدمة الإنسان. وأرجع وأقول الإنسان المتنوع، مو بالضرورة الإنسان المنتمي له. ولذلك كانت سيرته مع من خالفه مع الخوارج وأمثالهم، يقف أحدهم يقول له: لا أقاتل معك ولا أصلي خلفك ولا، يقول له: وأنا لا أمنعكم لا من الفيء ولا من المساجد، ولكن شرط أن أياديكم تسلم من الناس. مفهوم الإنسانية عند علي بن أبي طالب هو ذلك القرآن الذي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صدق الله العظيم. لتعارفوا. ميزان التقييم الإنسان عند الخالق: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه ومعتقده. علي كفل للمجتمع المعتقد. دخل إلى كنيسة أثناء مسيره إلى صفين، وكان في هذه الكنيسة صور للسيدة القديسة مريم عليه السلام وللسيد المسيح سلام الله عليه. بعض من في جيشه نظر إلى هذه التماثيل فقال: لطالما أشرك مع الله في هذا البيت، أو أشرك بالله في هذا البيت. فنظر إليه علي قال: لا، لطالما عبد الله في هذا البيت. حفظ لكل الناس معتقدهم وشعائرهم وحريتهم الفكرية ونحو ذلك. نعم دكتور رافض، طبعا كل من قرأ نصوص نهج البلاغة الإمام علي عليه السلام يؤكد أن القيم الإنسانية في هذا الكتاب يجب أن تدرس في المدارس والجامعات. والله ست، أنا حقيقة حتى في أحد الندوات ذكرناها على مستوى التعليم الأكاديمي، قلنا أننا عندما ندخل إلى بلاد معينة
نجد أن أهالي هذه البلاد يعتزون بمقولات قاداتهم سواء كانوا ثقافيين أو فكريين أو عسكريين، يضعون النصوص لبعض مقولاتهم على مداخل المدينة. حقيقة لو أردنا النهوض بهذا المجتمع أن نجعل من بعض خطب الإمام علي هي شعار على سكك المدينة، الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يجب هذه أن تعمم في كل مكان. لما؟ لأن في هذا النص تجلت قمة حقوق الإنسان. لا. أن أتقبل الآخر، أن أعترف بالآخر، وإن تعارض معي بشيء أتقبله، لذلك حتى يستقيم المجتمع. خطاب علي بن أبي طالب هي ما جاءت، أنا قلت في بلاك القرآن خطاب علي تقويم المجتمع من أجل، وبسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. خطاب علي بن أبي طالب كانت على هذا النهج، كانت تدعو الإنسان إلى العودة إلى الله وقيم السماء، لا قيم الجاهلية المتمثلة بالعنصرية. نعم. والطائفية والقبلية ونحو ذلك. دكتور رافد ذكرت أنه هو كان يعامل الإنسان كإنسان وكان يكرم الإنسان كإنسان دون النظر إلى عرقه أو دينه، أو وهو مقاوم جميع مظاهر الظلم والحرمان. خلينا نحكي على هذه الجملة. قطعا، لذلك عندما نجد علي يقف مع يهودي على دكة قضاء أمام شريح القاضي، نؤمن أن علي أسس لنا مبدأ احترام الإنسان وأن يختلف معه. هذه قصته مع اليهودي في شيء، قصته في توزيع العطاء مع رجل عابر سبيل ليس بمسلم، قصته كثير. علي بن أبي طالب قلت تعامل مع الإنسان بأنه القيمة السماوية التي حفظ الإسلام دمه وماله وعرضه، ثم جاءت التطبيقات الإسلامية لتحفظ له اعتقاده. نعم. الآن نحن ما نعاني منه هو ذلك الإنسان الذي يختلف معنا فكرياً فيلجأ إلى السيف، وإن تنوع السيف في زماننا أصبح المدفع والرشاشة والمسدس مجرد اختفاء تمام يقصيه. علي واجه قوم كانوا يشتمونه، كانوا يسبونه، ما قصر عنهم في عطائهم، ما منع عطائهم إطلاقاً. يقف له شخص يقول له لا أقاتل معك ما دمت حيا، لا أصلي معك، لا أفعل معك. علي بن أبي طالب يقول له وأنا لا أمنع عنك الفي. يدخل إلى المسجد فيسمع أحد الجالسين يشتمه، هو القائد، أنا أتكلم عن خليفة قائد يعني يومه كل شيء يومه، يسمع أحد يشتمه يتركه يصعد فوق يصيح ما والله إن أعظم شيء عند الله عالم وعلمه، وأبغض شيء عند الله جاهل وخرقه، لما شتمتني؟ قال له عفوك مولاي، زلت لسان عفو عني. قال له ما عندي قصاص، طالما أمن الناس من يدك ولسانك ما عندي قصاص. لذلك كان عطاؤه كما يصفه الشعبي يصل إلى جميع أهل مملكته، وهو القائل والله لو أعطيت الأقاليم السب بما تحت أفلاكهن على أن أعصي الله في نملة أجلب شعير ما فعلت، فكيف بالإنسان؟ هذا مفهوم الإنسان عند علي بن أبي طالب. لذلك كانت النتيجة أن الإنسان بمختلف اتجاهاته عشق عليا واتخذه أنموذجا. يقول ميخائيل نعيمة في مقدمة كتاب جورج داق، علي أنبتته أرض عربية لكنها لم تستأثر به، وفجر ينابيع مواهبه الإسلام لكنه لم يكن للمسلمين إنما لكل المؤمنين. نعم دكتور رافض، طبعا كان يشتهر الإمام علي بتعليم المسلمين الحفاظ على القيم والابتعاد عن اغتصاب الحقوق السياسية والاجتماعية. ما كان في نظره اغتصاب حقوق سياسية اطلاقا. علي بن ابي طالب اول من مثل دور المعارضة. لا، الابتعاد. نعم واضح، الابتعاد عن اغتصاب الحقوق السياسية. نعم انا نعم. واضح سؤال حضرتك. نعم. اقول انه عندما عارض علي وكان أول معارض بمفهومنا المعارض السياسي للفترة التي جاءت بعد وفاة النبي، عارض بشكل سلمي وبشكل علني، ما أخبأ رأسه ولا استخدم الشارع لتحريك الناس وتهديم أطلاقا، كان يقف أمام الحاكم ويبين له عيوبه ويقول كذا وكذا وكذا. وعندما استخدم السلطة وجاءت إليه السلطة وصار هو الخليفة، ما أقصى أحد سياسيا أبدا. ما فعله مع الناكثين بعد انتهاء معركة الجمل
واللي جالسين كانوا متآمرين عليه اطلاقا، اعطاهم المساحه في انه يفعلوا ما يشاؤون طالما اكو ثوابت في قياس علي. ثوابت علي بن ابي طالب ما هو؟ هو المجتمع، هو الانسان. اعبد من تشاء. هذا التاريخ بين ايدينا، ما راينا علي اقتص من احد لانه يعبد غير الله، لا قطعا. نعم. علي ملتزم بتعاليم السماء. السلطه الاكبر للنبي الاعظم ما اقتص واحد لانه كان لا يعبد الله، لا، لان الله قيده. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، انما انت منذر. نعم. ما اقتص احد لدينه ولا اقتص احد لاختلاف سياسيا ابدا اطلاقا. لذلك عاش المجتمع في ذاك الوقت رغم هذه الحروب الثلاثه التي مرت، عاش بتلك التي ترك لنا التاريخ، بانه يصل المرحله ان العطاء يصل الى جميع الناس، حتى قيل انه في زمن علي ما وجد احد يعيش بالإيجاب. لذلك دكتور رافد، في زمن الإمام علي عليه السلام كان يسمى باب الفقراء والمستضعفين. نعم، هو إمام الفقراء، هو أبو الفقراء. العزيز عندي ذليل حتى أخذ الحق منه، والذليل عندي عزيز حتى أخذ الحق له. علي كان يرتدي ملابس الفقراء. أنا من أقول يرتدي ملابس الفقراء حتى يكون المشاهد الكريم في صورة، في وقت كان بيت المال مملوء، متواضع، مملوء ذهب. يأتي إليه ابن أبي رافع يقول له مولاي امتلئ، قل له وزعها، قل له وزعت أهل الكوفة عندهم، قال له دزه للأمصار، قل للأمصار عندهم زايد، يقول تعالوا خذوه. نعم. يلبس ملابس، يقول له يا أمير المؤمنين ما لي هالملابس مرقعة، يقول لهم أما والله لقد رقعتم رقعتي حتى استحييت من راقعها. وحتى قال قائل ألا تنبذها عنك، قلت تعزب عني. فعند الصباح يحمد القوم السرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. دع عنك هذا المثال، يجدوه يقف في السوق، من الحاكم الخليفة اللي بيت المال مملوء، شاهرا سيفه يقول من يشتري مني هذا السيف؟ والله طالما جل الكرب عن وجه رسول الله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته. أي عدالة هذا؟ ما كانت عدالته شعار، لا، جسد الواقع. فلذلك جلس مع الفقراء وعاش عيشة الفقراء وهو الغني المقتدر، ولكن أراد أن يشعر هؤلاء بقيمتهم عند الدولة، بأهميتهم عند الدولة، حتى ما وصفه ضرار يقول كان يحب الفقراء ويعيش عيشة الفقراء. نعم دكتور الزاهد، طبعا كان الإمام علي عليه السلام معروف أنه من أزهد الناس، وأيضا هل كانت رموز قوة الإمام علي تتركز على العدالة الإنسانية والمبادئ المتبعة كونه حاكم عادل؟ قطعا أزهد الناس، كنا نعرف شنو مفهوم الزهد. مفهوم الزهد احيانا يقول لك الزاهد اللي عنده شيخ خليل، لا، الزاهد اللي الامام يصفه يقول الزاهد الذي لا يملكه شيء. بس ممكن تعرف ان معنى كلمه الزهد، يعني كلمه الزهد بيومنا شويه معنى غير مفهوم، اريد نعرف احنا شلون نكون زاهدين بحياتنا. الزهد اذا جئنا على نظريه علي بن ابي طالب، الزهد هو ان لا يملكك شيء، بمعنى أي شيء يجذبني إلى الدنيا وفيها معصية أو فيها خروج عن الإنسانية هذا مو زهد. علي ما امتلكته بطن، كان زاهد عن بطنه. نعم. يجوع لا يجوع، زاهد عن. لم يمتلكه مال، كان زاهدا عن المال، بحيث تأتيه الأموال فلا يبقي له شيء، كلها ينفقها لله عز وجل. علي زاهد عن متاع الدنيا، علي زاهد. الزهد هنا هو أن لا تجعل شيء يتحكم بك، أن لا تجعل شيء يملكك، لا منصب، لا صوت، لا جاه، لا مال. في نفس الوقت أنت أداة كريمة، لا تكون سلعة بيد غيرك يستخدمها لمصالح الشخصية وأنت تعرض نفسك لمصالحك الشخصية من أجل أنه تستحوذ على منصب أو جاه أو شيء على حساب كرامتك وعلى حساب. الزهد هو أن لا يملكك شيء. اليوم كان زاهد وكان أزهد الناس، لا لأنه ليس عنده شيء، لا، أحيانا الواحد كل شيء ما عنده يقول لك أنا زاهد، وأنت ما تملك شيء، لا، شلون أعرف بيك زاهد؟ من عندك كل هؤلاء، ما هذه ما يهمك إطلاقا.
بل تسخرها لخدمة الإنسان وتفعلها لخدمة الإنسان. لذلك كان هكذا يعيش، وهو الذي يقول والله لو شئت لاهتديت إلى طريق العسل المصفى ولبست من حريركم وديباجكم. هذا أني أندلي أنه موجودة، بس هذا مو طريق، هذا مو عيشتي، هذا أنا ما أريد أنظر في. اجى اول ما حط رجله في الكوفه جاءوا الى قصر الكوفه حتى يقعد به هو الخليفه، قال هذا قصر الخبال، خبال دول الابهات يسموها كذا، هذا مو قصر، هذا مو مكاني. هكذا عاش، لذلك كانت حياته بسيطه جدا، واثر بمن حوله لبساطته. وهو منه؟ وذلك السبوعي الذي فتح عينه على قطع الرؤوس وبتر الاعضاء، الذي ما ترك معركة إلا وجندل بها صناديد العرب. هذا أحيانا يسموه الشيء وضده. شوف هناك الآن نشوفين شخص بالعقيد عميد متربي بالجيش، طبعا سبوع يكون دائما شدة كذا، لكن تجين لعلي لا، هذا اللي قلت بدأ حياته على قطع الرؤوس، يشوفه بالسوق هو خليفة، يشوف وحدة تبكي خادمة، يقول لها ما بكي؟ قالت اشتريت هذا الشيء وسيدي لم يعجبه، فطلبت من البائع أن يعيدها لي أو يبدلها. نعم. إجا للبائع قال لما لا تبدلها، هي ما من استخدمتها، هذا ما يدري بيها من أبي طالب، يقول له وما شأنك أنت، ويدفعه. يعني هنا تبين قوة الإمام علي. خلينا نحكي على رمز قوة الإمام علي عليه السلام التي كانت تتركز على العدالة الإنسانية، على المبادئ، كونه كان حاكم عادل. قطعاً، اولا قوه علي بن ابي طالب ثقته بالله. علي بن ابي طالب من جاء وقت يساوموه ينطون منصب بالمقابل انه يكون على حساب قيم السماء رفضه. نعم. من قعد هؤلاء سته وقالوا له راح نعطيك الخلافه بعد مقتل عثمان بشرط ان تحكم بكتاب الله وسنه رسوله وسيره الشيخين، رفض. ليش؟ لان وجد علاقته بالسماء اثمن من علاقته بالارض. علي ما يريد يضيع هذا التاريخ الجهادي. علي هذا اللي فتح عين ولدت في بيت الله وقلبك بيته وانت شهيد البيت فافخر مدى الدهر. كل هذا العطاء ما اراد علي ان يضيعه بعلاقته بالارض، لا اطلاقا، بل كان كل علاقته بالارض مرسومه بما تمنحه له السماء وترسمه له السماء. لذلك وجد كما اوجد الله هذه الفلسفه انه اثمن شيء في الارض وأن تسود العدالة المجتمعية. قطعاً حينما تسود العدالة المجتمعية حتى نوع الجريمة يخف، إن لم ينعدم يخف، لأنه كما الدراسات الحديثة الغربية وغيرها أنه 90% من الجرائم سببها غياب العدالة المجتمعية، بين غنى مترف وفقر مطبق. علي بن أبي طالب أراد أن يعالج هذا الشيء. تعرفين حضرتك حتى أولئك الذي كان يسجنهم، الآن في تعابيرنا بالمحكمة تخليهم بالسجون، علي كان يخصص لهم أيام يروحون لبيوتهم أهلهم مع أزواجهم مع أولادهم. لما السجن مو مسألة أنه أذب شخص وانهي حياته وقطعه من العالم الآخر، لا، المفروض هو السجن تعزيق وتهذيب حتى يرجع يخرج صالح الى المجتمع. دكتور رافد، النهج هو اصلا دراسه النهج هو برايك هل اصبح هو يعني درس للبشريه اليوم؟ اي نهج تقصدين؟ نهج اكيد الامام علي. علي بن ابي طالب لو سلك الناس منهجه كما قالت الزهراء عليه السلام. وما الذي نقم من ابي الحسن، نقم منه والله نكير سيفه وقله مبالاته بحتفه وشده وطأته وتمام وقعته وتنمره في ذات الله، وبالله أقسم محل شاهد، لو أنهم مالوا عن المحجة الواضحة وزالوا عن قبول الحجة اللائحة لحملهم إليها ولغدهم عليها ولسار بهم سيرا سجحا، لا يكلم غشاشه ولا يمل راكبه ولا يتعب سائره. بالفعل لو سلكنا منهج علي ما أصبحنا في هذه الفوضى. لما؟ منهج علي منهج القرآن، منهج علي منهج الأنبياء، منهج علي منهج كل إنسان حر يبحث عن أنه يشوف الآخر عزيز كريم. نحن ابتعدنا عن منهج علي، وهذه أيضا
كما يسموها اليوم صراع الثقافات وصراع الحضارات، وأصبح الإسلام ومفاهيم الإسلام بالية قديمة، الآن نحتاج إلى تسويق لحضارات جديدة وشعارات جديدة مع مجتمع عربي إسلامي تسود فيه جلس، تجود فيه المثلية وتسود فيها كل شيء يتقاطع مع الفطرة الإنسانية. أسعوف الدين مع الفطرة الإنسانية، هذا صراع الحضارات. نعم اليوم ما نحتاج إلى أنه نأخذ من هذا النهج اللي ذكرتيه، وأن لنا أن نأخذ من نهج علي، أخذه غيرنا. عندما يقول جبران خليل جبران: مات علي شهيد عظمته، مات والصلاه على شفته، مات وفي قلبه شوق لله، مات كما مات الأنبياء حينما جاءوا إلى بلد غير بلدانهم وزمن غير زمانهم وقوم غير أقوامهم. نعم بالفعل هذا علي تجديه عند كل عقل حر، بغض النظر عن دينه. قلت يعني علي عظمته ما خاطب المنتمي، علي كان إمام الإنسانية فعشقته الإنسانية على اختلاف الاتجاهات. نعم دكتور رافد، اليوم خلينا نحكي عن المدرسة الفكرية اللي أسسها الإمام علي، فسرها البعض من أجل البناء مجتمع العدل السياسي والاجتماعي. المدرسة الفكرية كان يصعد على منبر يقول: من يشتري مني علما بدرهم. القارئ يتصور يعني ينطون درهم ويعلمهم، لا، كان يقصد هذا الدرهم روح جيب بيه صحيفة من السوق وتعال اسمع اللي أقوله وكتبه وسجل يمك، لأنه فيها من المعارف. أولا علي ربيب القرآن، وكل المعارف التي يحتاجها الإنسان موجودة في القرآن، وعلي ربيب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. يقول الإمام علي: ولقد علمتم قرابتي، ولقد علمتم منزلتي منه بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، ضمني إلى حجرة وشمني عرفة، وكان يمغض الطعام ويغذيني ما وجد عندي كذبة، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من علم. علي كان هدفه أن المجتمع الواعي كفيل بأن تسود فيه قيم السماء من الأمن والاستقرار والرخاء وكل شيء. ليش؟ لأنه مجتمع واعي. هذا المجتمع الواعي يكون غير قابل للاختراق. كان يعاني مما موجود في زمانه، عندما أصبح الناس يأخذون تفسير القرآن من كعب الأحبار وغيره، وكان يعاني من كثير من الأمور. عندما سنحت له الفرصة بدأ يؤسس للمعرفة. أي معرفة؟ المعرفة التي يريد عليا من العقل أن يكون حرا، لا يباع ولا يشرى، لا بمال ولا بمنصب. العقل الذي أراد علي أن يكون له رصينا، فلا تخترقه الأفكار التي تريد هدم المجتمع من حيث لا يشعر هو. لذلك أسس هذه التي كانت يقولون: ما ترك شيء ولا موطن إلا وكان يقدم لهم شيء، سواء بخطبة أو بكلام، حتى جمعت هذه المعارف في كتاب نجيب لاغة فضلسي. دكتور رافد عبد الحسن، نحن نشكرك، نشكر تواجدك ويعطيك العافية. بصراحة على المعلومات الرائعة اللي تحملها، وإن شاء الله يا ربي البشرية إنه والناس والمجتمع يتعظون من هذا الكلام الرائع، لأنه طريقة طرحك رائعة جدا. إن شاء الله ممتن لكم لمنحتوني هذه المنبر، هذه الدقائق العجيلة السريعة. علني أحظى بنفح من علي فأحظى بشفاعته. عظم الله أجركم وإن شاء الله جهودكم مشكورة فيما تقدموه خدمة المجتمع. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. ننتقل من التعامل الإنساني في سيرة الإمام علي إلى موضوع جدا شائك بمجتمعنا العراقي، الخلافات الزوجية اللي تؤدي للأسف إلى 10 حالات طلاق كل ساعة بأسباب ما تعرفوها شنية، لأنه ما قال آسف، لأنه مهتم، لأنه صار الشجار إلى درجة الصياح والصراخ والتجاوز بكلمات إحنا كلها يعني كلنا نتندم عليها إذا قلناها أثناء العصبية. مدى يلقون فرصة الأزواج إنه يهدؤون ويوصلون يأخذون بريك أو فرصة وبعدين يرجعون يتفاهمون؟ هواي أسباب توصل لمراحل الطلاق خاصة من الخلافات الزوجية. يا جمانة. نعم أنغام، طبعا الحياة الزوجية حلوة اليوم تكون من تكون مبنية عن الحب، عن التفاهم، عن الاحتواء، لكن كل هاي العوامل اللي ذكرناها حاليا مرات الأشخاص ينسوها، وإحنا نقول مثلا شلون يحط لك مشكلة بسيطة قدامه ما لها
أول وما لها تالي. طبعاً المشاكل الزوجية مشاكل كثيرة وإلها أسباب كثيرة، منها المواقع التواصل الاجتماعي، منها الوضع الاقتصادي، منها زواج القاصرات. كل هذا اليوم راح نتحدث مع ضيفتنا. نعم، في عام 2011 نشرت دراسة في مجلة العلاج الجنسي والزوجي إنه الشركاء الذين تبنوا أسلوباً تعاونياً في إدارة الخلافات بينهم كانوا الأكثر راحة في حياتهم الزوجية. نعم، يعني إذا أنتوا يعني شوف هنا التركيز كله على الأسلوب، التركيز كله على التعاون في الأسلوب، التركيز كله على التفاهم والعقلية المشتركة. اليوم الزواج الناجح بالتفاهم الفكري وليس بالغطاء الخارجي، شنو سيارته وش قد عنده وش قد بجيبه واليوم وش قد يطيب. مع الأسف إحنا نظرتنا المجتمعية صارت دونية جدا، يعني بعيدة كل البعد عن التفاهم والتعاون بين الأزواج. خلينا نستقبل الدكتور أو الست ندى طالب ناشطة في حقوق الطفل والمرأة. أهلا وسهلا بك ست ندى، نورتي مورنينج لايف. صباح الخير، نورتينا. صباح النور، يا هلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. رمضان كريم عليك. علينا وعليكم عزيزتي. رمضان مبارك عليك، نعاد عليك بالصحة والسلامة إن شاء الله، ينعاد على الجميع بالخير. عظم الله أكيد أجورنا وأجوركم إن شاء الله. خلينا نبلش. هنالك معاناة لدى بعض الأزواج بسبب ضعف التواصل نتيجة تطور التكنولوجي وانتشار الأجهزة الذكية. أنا هذا الموضوع أعتبره عدم فهم لموضوع الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والانجرار وراءها بدون سبب. هي مجرد فشيء يشد الانتباه، بس شنو فايته؟ هسه أنا من أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي مكتفية بالواتس وبالفيسبوك. نعم. ليش؟ مرات التليجرام لأن بي إعلانات تفيدني. نعم. في مجال ما، بس أنا أعرف شو وقت أفتح الجهاز ومنو ويا منو أتواصل وليش أتواصل وخلص. أنا عندي أمور أخرى بحياتي مهمة، لا أكثر من مهمة، إلها وقت وإلها تدابير وإلها اهتمام من عندي، لازم أنا أنطيها الاهتمام الأكبر. نعم، هذا هو وسائل التواصل الاجتماعي. اما هاي الالعاب اللي هسه بالجديد، الالعاب الالكترونيه اللي نعم. اللي اثر على عيون الاكثريه، والله المناظر قاموا يلبسون من وراء. سمعت البارحه على اساس ان مسح البوبجي فتره معينه من التطبيقات الايفون على اساس والله ما يفيد، يدورون غيره. صار يعني مو لعبه واحده، هي كثيره جدا يعني. نعم. هذا الادمان اللي غير مبرر يعني مشكله. زين انت شو تقولي له اذا هو كبير عمره 40 سنه واكو وفي المراهق وهو يلحق هاي البرامج اللي شنو فائدتها؟ بس قولي لي، يعني انت غلبت بالمباراه اللي هي وهميه من الالف الى الياء، شنو اللي استفاديتها؟ صرت بطل هيرو؟ شنو الفائده؟ انا بس ردفتهم هذا الموضوع، شلون دي يفكرون بيه ما ادري. نعم نعم ست ندى، خلينا نجي نحكي عن احنا نقول عامل جدا مهم اللي هو الوضع الاقتصادي او احنا نقول الدخل المالي. اليوم التفكك الاسري او حالات الطلاق والمشاكل الزوجيه تزيد كلش هوايه بسبب هذا الامر، بحيث احنا نشوف بالفتره الاخيره بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والتطور والحداثه اللي وصل بيه بلدنا، قامت النساء تتطلب اشياء تكون تفوق قدره الزوج على استطاعته لها. اليوم شلون احنا نقدر نتخلص من هذا الشيء؟ يعني هو الزواج الأساس، يعني سأتي بالبداية انطيتي مقدمة لطيفة، تفاهم، اتفاق. لو متفقين ومتفاهمين لو لا يبلشون بهالزواج هذا ويمشوا بعيدا عن رغبة الأهل، لأن إذا غاب التفاهم والاتفاق انهدم موضوع الارتباط اللي هو الزواج، انهدم صدقيني. يعني المرة مثلا خلي نقول متطلبة. نعم. انت تحكين انت تقصدين الزوجة لأن انت أكدتي يعني، وأكو هيك حالات مو ماكو، بس اكو كثير من الحالات هسه حاليا اذا رجلها مر فتره معينه وبازمه ماديه راح تتخلى عنه. تتخلى عنه. نعم. اي يعني هاي تفكيرها هيك، طريقه فهمها للاشياء هيك، وهي تحب يصير عندها مثلا فلان، شافت مسلسلات فهاي اللي طلعوا مسلسلات التركيه الغراميه بصراحه التركيه اثرت فينا كل الوهميه ولا باوعها. انا الوهميه بعيده عن واقع، يعني ليش باوعها واضيع وقت يعني؟
احنا خلينا نركز على العلاقات الزوجيه الناجحه اللي مرات يتخللها شجار، ممكن نقاش حاد، المشاكل هي ملح الحياه. احنا نعرف مثلا اهلنا شو يقولون، يقولون ترى الحياه الرتيبه اللي ما بيها مشاكل هي تنبت انه انت مثلا ما عندك مشكله ويا رجلك، معناته انه انت ما عندك ثقه بي انه تبينين. كل انسان عنده خلاف ويا شخص، كل انسان مرات اكو يعني حتى المشاكل مثلا، والله انا ما عندي مشاكل ويا رجلي، لا هي عندها مشاكل داخليه ويا رجلها، لانه هي ما عندها ثقه برجلها انه هي تطلع خلافاتها الداخليه وياه، ما عندها ثقه انه تقول له اني والله عندي مشكله ويا كذا كذا، لانه تقول ممكن توصل الى مرحله انه احنا راح ننفصل او نفترق. اليوم دراسه تقول 44% من المتزوجين ان الشجار اكثر من مره بالاسبوع من شأنه انه يقوي اواصر العلاقه، اي انه علاقه صحيه مثمره لفتره طويله، وفي الغالب ترتفع فرصه استمرار العلاقه بين الزوجين اللي يتجادلون باستمرار، لكن شرط انه الجدال يكون سلمي. خلينا نشرح هذا الموضوع ست ندى، شلون نرجع على موضوع التفاهم من البداية صراحة. يعني إذا ماكو خط مشترك بين الزوجين بنقاش بتجاذب بالآراء بأني أحكي وإنت تسمعني وإنت تعقب وأني أتفهم رأيك وأناقشك بطريقة بحيث ما تصير مشكلة، لكن نعرف شنو الخط الوسطي اللي بيناتنا بدون أن يصير مشاكل كبيرة. يعني مفروض يعني مثلاً اكو مشكله طريقه الكلام تصرفه برا البيت مثلا، لازم تقول لزوجته، لان هو موضوع قد يسبب احراج، قد يظهر بمظهر غير لائق، هو ياثر عليها هي كزوجه، لان هي عندها غيرهم على زوجها ان يكون مثلا برا شخصيه مرموقه ويشاد بها مثل ما يقولون. فهذا موضوع التفاهم لازم يكون موجود، والنقاش وتقبل راي الاخر، واني اسمعك لان انت جوز تنصحيني، انت جوز تعطيني تاكدين على نقطه انا ما شايفها. وفعلا الانسان ما يشوف نفسه، يشوف المقابله، ما يعني على نفسه يشوف نفسه هو احسن واحد. نعم. كل شيء يفتهم. فلازم هذا التقبل يصير، لان رحم الله امرئ اهداني عيوبي اخطائي ثلماتي من هيك يعني. نعم ست دا، مشاكل الزوجيه لها اسباب كثيره، لهذا اليوم احنا راح نروح للشارع العراقي ونشوف استطلاع واراء الناس حول موضوع المشاكل الزوجيه مع زميلنا امير الخفاجي. تفضل. صباحك امير. صباح الخير والعافيه. كثير ما نسمع بالمشاكل اللي تحدث ما بين الازواج، ما بين العائله الوحده، راح نناقش هذا الموضوع ونستطلع اراء المواطنين بهذا الاستطلاع، خليكم معنا. يعني. الظرف الاقتصادي والتفاوت بالعمر والحالة الاجتماعية أيضا، مستوى الثقافي، يعني هاي الأمور كلها هي موجودة حاليا. يعني إذا شوف حالات الطلاق اللي تصير بالبلد هواية كثرة، حتى يعني أكو إحصائية تقول لك أكثر من حالات الزواج. هسه أغلب يعني العلاقات الزوجية يعني من وراء الخيانة، هاي السوالف الموبايلات، زين التواصل مال الاجتماعي، هاي السوالف. بصراحه احس انه عدم تفاهم او الزواج اللي يعني انه شخص يختار الشخص الغير مناسب، فهالشيء سبب مشاكل. الشغله الرئيسيه اللي هي الاهالي، يعني انت تعرف الشاب حاليا بهذا الوضع السيء جدا، جاي اهله يجيبوه ويزوجوه وما جاي يحسبون للمستقبل، يعني هاي اهم الاسباب. يعني هو متزوج عنده علاقه وبنيه ثانيه، فالرغبه عند الشاب تقل، يعني رغبته خارج البيت وبنيه ثانيه وكذا، فمن يرجع لبيته يعني ما عنده رغبه، يعني زوجته ما عنده ذاك الاهتمام اللي هو اللي المفروض يعطيه زوجته، والاهتمام اللي المفروض يبذله على مود بيته، هذا الاهتمام تلقيه منطيه شخص اخر خارج بيته، فمن يرجع بالتالي لبيته مو ذاك الاهتمام، وهذا السبب هو الرئيسي اللي يسبب مشاكل زوجيه. بعدين استمعنا المشاكل الزوجية اللي تمر بها أغلب العائلات. وصلنا وياكم إلى ختام استطلاعنا لهذا اليوم، أتمنى لكم طيب المتابعة. أنا أمير خفاجي وهذه عودة إلى برنامج مورنينج لايف.
يعطيك العافية أمير الخفاجي على هذا الاستطلاع. وسمعنا آراء الناس، بعض الأشخاص يقولون بسبب التفاوت العمري، بسبب الوضع الاقتصادي، المستوى الثقافي والخيانة أيضا. ونجي خلينا نحكي عن عامل جدا مهم اللي هي الأنانية. بعض الأزواج يكون يفضل رغباته وطموحاته يخليها بالأول بعيدا عن احنا نقول الطرف الثاني. مرور الوقت الطرف الثاني راح يحس بأنه شخص غير مهم وغير مرغوب به، وهنا اكيد راح تسبب لنا مشاكل كثيره، مشاكل زوجيه. خل احكي لك نقطه كلش مهمه. يعني انا مطلع على هوايه مشاكل وعن طريق الصديقات والاقارب. سوء النوايا اللي تبدي به العلاقات الزوجيه. نعم. سوء النوايا. سوء النوايا. سوء النوايا يعني نعم. هو دخل بارتباط الزواج. نعم. ما يهمنا الاول الثاني ومشكله. بغض النظر، بس يدخل بسوء نيه. انه هو مضمر مثلا يتزوج لان هاي البنيه شافها هادئه، فهو على اساسها يبني، مثلا يبني انه هو راح يسيطر، راح يقدر بالعاميه بين قوسين ممكن يكفخها كل يوم والثاني كفخه، يسيء يطلع الما مضمر فيه داخله من مشاكل وعاهات نفسيه، يطبقها كلها على الطرف اللي هو برايي انه هو الطرف الضعيف بالعلاقه. نعم. منها تبدي المشاكل، تطلع مثلا هي مو مثل ما تصورها، لكن هادئه هادئة، لكن الهادئة مو ما تتكلم، الهادئة مو ما تعطيك مثلا تطيها تقول له انت سويت فلان شغله واني ما تعجبني، ممكن الهادئة تتكلم، ممكن الهادئة تنتقده، ممكن الهادئة تقول له انت قصرت وياي. هنا انا حيصير صدمة، خلاف صدمة، شلون تحكي ما محسب، هو مو قد الموقف، وهاي هواية تصير، شلون ما عنده ردة فعل على موقف هو صار اكبر منه خلاص، لانه هو اصلا ضعيف الشخصية ويحاول يطبق عيوبه على البيت. هنا صارت مشكلة يوم ورا يوم، هذا حيبقى على طبعه، هذا بعد اسلوبه صحيح، يوم ورا يوم حيسوء تعامله. وهسه واحدة من المشاكل اللي قالها انه هو مثلا عنده ارتباط خارج البيت، خارج حدود الزوجية، من يجي للبيت هو مثقل خلص دماغه هناك فرغ كل حاجاته، نقول يعني اخذ احتياجاته النفسية جنسية برا البيت، من يجي للبيت اللي قدامه كلهم هيك مثل الهواء، ما يحس بهم، ما يحسب. ترى الزوجة ذكية وتحس بزوجها بالنفس، كل زوجة ذكية وإن كانت بسيطة يعني ثقافيا. احنا اليوم ست ندى اختارينا هذا الموضوع، الخلافات الزوجية الموجودة بالمجتمع العراقي وحتى بالعالم كله، بالعالم أجمع، حتى نجد الحلول والقوانين اللي تردع هذا الموضوع، يعني الحلول اللازمة حتى نعالج الزوج والزوجة. إن كانت المشكلة بالزوجة، مرات إحنا النساء يعني كثيرات الكلام بالبيت، مثلاً قعدتنا طويلة، الرجال طالع من الصبح لليل يشتغل، بالتالي يجي مثل ما قلتي ممكن مشغول بالعه في خارج إطار الزوجية، يعني الشغل، الالتزامات، المسؤولية، متعب جداً. المرأة تحتاج أحد يسولف وياها، تحتاج أحد، بس اللي جدي يصير ده يصير انه المرأة مدى تعرف تختار الوقت المناسب حتى تتحاور ويا زوجها وتوصل للفكرة المناسبة. مثلا ان كان هو يستخدم التليفون، نقول انسان رجل اعمال او ممكن اتصالاته كثيرة وعمله كثير بالتليفون، مثلا تجي تقول له ويا من ده تحكي، بيش مشغول، دائما هذا الحساب الحساب كأنه هي القاضية وهو المتهم. ماكو مثلا حبيبي اني اقول مثلا اسلوب مثلا زوجي عزيزي اني اشعر بوحده ضايجه، سد التليفون اردحت وياك مشتاقه لك. اكو اسلوب، اكو اسلوب حيله صح. ليش المراه اليوم ما عندها هذا الاسلوب؟ والبعض يعني الاغلبيه اليوم ما عندهم صبر، يروحون بسرعه يتشاجرون والصوت يعلى والجدال يعلى وعلى شيء تافه ما له اساس. المراه خلينا نقول من باب من وجهه نظر اللي انت قلتيها، لازم تختار الوقت المناسب. اجا متعب فعلا، اجا منتهي الشارع باشكال الوان، نعم، واجا تعبان، اجا العصر، هاي جيت العصر سد المحل واجا، ما هي زوجته لازم تراعي موضوع انه هو تعبان وياه شلون يرتاح، يذب التعب هذا، يخلص من عنده، ياكل، ينام، كذا. على قولتك تختار الوقت المناسب. لازم المره تطور نفسها، تثقف نفسها بهاي الشغلات اللي قلتيها. شلون يا اختي؟ مثل ما هي هم عندها تسأل، بس لازم توازن الأمور، تسأل تأخذ فكرة من المحيطات بيها، الأكبر عمراً اللي مثلها من الزوجات،
لا بس انه اكو بعض البرامج بصراحه اكو برامج جدا مهمه ومو اي شخصيه كانت دير بالك اكو اشياء برامج تخص التنميه البشريه ومو اي برنامج اللي عليه قبول واقبال ويعطي حلول وخطوات مهمه وناجحه ناجحه يستضيفون مختصين يتكلمون بعمق المشاكل يتجدين الحلول بين طيات كلامهم فلازم تدور ولا بأس مو عيب انه تدون هاي الفقرات تدونها مو غلط تسويها مثل موضوع تكتب 1 2 3 مو غلط بس ما تخلي احد يشوفها تكتب وتحدد اولويات درس نفسها مو غلط واحنا الى ان نموت نحتاج الى التعلم نعم تدونها نقطه نقطه وتدرسها هي ويا وضعها العائلي هذا طبعا انت حكيتش ولو راح اخذ نقطه جمال هذا حكيتش اللي يعني او كلامك اللي تقولي هذا بناء اذا هي تريد ومصره وبعقلها وبقلبها انه تريد تنجح علاقتها الزوجيه مو لازم هذا السؤال مو انه انا تزوجت يلا شردي سوي سوي يلا يلا شايفه هذا الكلام يلا عادي خليه شو يصير يلا هو اخرته يرجع لي لا اكو ابواب اكو اسس بينك وبينه اذا تتكسر لازم احنا من نتغاضى عنها نعالجها بصراحه يعني اني بالبدايه لا نسوي مشكله واني ضد انه تدخل احد من خارج الاسره بالموضوع ضد هي لازم تحاول مو تدخل ياهو كان زين هذا اللي دخل من اهلك او من اهله اخته اختك امك ابوك من طرفه طابقين وياك زين اليوم هم حلوا لك اياها انت ما وصلتي النتيجه وياه ما عرفتي وين مفتاح مالته هم حيجون هم يطلوك مفتاح مو انت الاساس هو عمود وانت عمود الثاني بالبيت لازم المراه هي تبحث وتدور اما اذا صار الموضوع كبير والا خلفيات قديمه لا بالسر عن طريق اهله لان هم مفتاحه صدقيني هم مفتاحه مو بس امها لا اهلها هم مفتاحه استعين باهلي يعني تقصدش اليوم التركيز على الحل لا على المشكله عن طريق الاهل مثل ما ذكرتي بس لكن بعض الازواج يتركون الحل وين يركزون على المشكله بحيث يوصلون المرحله اول شيء الثقه تنهز بيناتهم ويوصلون المرحله لبعض الاحيان ما حد ما يتقبل الاخر ليش لان هم دائما يركزون على المشكله يروحون يرجعون على المشكله ما ينطون فتح حل مو اتباع هي المشاكل اشكال يعني هو مثلا نقول مو هي نقول هو من الزواج ما حاسب بحساب انه هذا الزواج هو علاقه مقدسه لا. ولازم اني لي دور او هو يكون له دور في انجاحه يقعد يعني هو ليش هو ال يسموهم قوامون مثلا لان لازم هو هو قائد العائله لازم هو ايضا يحاول ويا زوجته ايضا يتكلم وياها عمي مو باوقات التعبان بيها باوقات اللي يقعدون بيها مرتاحين ولازم اكو سوالف بيناتهم لازم اكو اخذ عطى بالكلام والا مو كل الذبوب راس المره وتقولون هي اللي وهي لا ما تتحمله لا هو ايضا لازم يقعد يتكلم وياه على الاثنين اكيد يعني كل يوم لازم اكو فد وقت لازم كل يوم يقعدون يسولفون بي يشكي لها مشاكله بالشغل شنو ضوجه اليوم لو تدرين ايش قد تاخذ من عنده من الضغط النفسي هذا الكلام وهي هم تسولف له حتى لو امور بسيطه بس هو يجوز يعطيها حل لا تتعبين نفسك تسوي فلان شغله تدرين هاي حالاتها ما تكون اكو مشكله هذا التواصل بين الزوج والزوجه جدا جدا مهم لازم يتحملون بعض ونوصلون النتيجة إنه هاي العلاقة مو إلا تستمر لكن إحنا ننجحها نسوي شيء حلو. ست ندى اليوم يقولون أكو طريقتين لحل الخلافات اللي هي أو نقول طريقتين رائجتان لحل الخلاف مو صحيحة يعني رائجة. مو صحيحة. إيه رائجة. إحنا نحطها بين قوسين رائجة الأولى أتعارك ويا ومشكلة وشجار لحد الصراخ وأشوف من يفوز بالأخير. احنا دائما نلاحظ هاي الحاله بين المراه والرجال يعيطون واحد من يعيط من صوته اعلى من يحكي اكثر سباق ولا والحل الثاني اللي هو اترك الخلاف مفتوح بالتالي هل هو مفيد لصحتهم هل ديمومه العلاقه راح تطول لو لنفرض انه راح يوقعون مشكله اكبر من الزوجه سوت هاي الطريقه اللي هي صراخ وعياط وتوصل فرضا يا اختي الزوج من النوع اللا أبالي بين قوسين خلينا نقول بالعامية خلت تضرب راسها بالحائط يدور ظهره ويطلع هو أسهل ما عنده يدور ظهره ويطلع من البيت وعوفها واحدة تفور جدتي هم تعارك
هم سوى نفس الحالة كم مرات توصل؟ لا خلينا ستنا خلينا نبلش أول شيء بالمشكلة لما يتواجهون اثنيناتهم وتكبر المشكلة ويصير صراخ ومن يفوز بالنهاية، خلينا نشوف نتائجها شنو. مو أكو هيك حالة إنه يتركها يتصرخ و... لا هذا ترك الخلاف مفتوح نرجع له بعدين. زين هاي البرود صار عركة بيناتهم ممكن توصل وشجار ومواجهة. نعم مواجهة، وهذا الشيء مو لطيف، ونتيجة التباعد طبعاً، هذا التباعد وعدم التفاهم والأخذ والعطاء بالكلام وعدم التواصل، فجوة كبيرة هاي توصل لها المرحلة هذه. زين فرضاً صار مد إيد عليها، هاي حلوة؟ إحنا ما نقول تكبر خاص. تكبر إحنا ما نقول ودخلوا الأهل بها هذه ما تقبل غلط. زين أنتي ليش توصلين الموضوع لهالطريقة هذه؟ ليش ماكو أخذ وعطاء بالكلام؟ هذا إذا كان هو من نوع اللي يأخذ وينطي بالكلام وتوصل، يعني ترى انت لا تقولين دائما اكو هيك حاله مثلا ما يطنش ما يدير بال، يترك الخلاف مفتوح وتريد تحكي وياه تسولف بالتي هي احسن، يعني اكو طريقه عند الرجل مثلا اذا مرته تكتشفه يعوفها وما يتناقش وياها وعادي يتركها تزعل تروح البيت اهلها شهر شهرين ثلاثه هي تنسى الحالها تنسى، يعني يوصلها شوفي هذا يسموه حرب نفسية، يوصلها لدرجة أنه هي تعترف أنه هي تسرعت وممكن حتى أنه يعني تكذب عينها أو تكذب إحساسها، بالتالي يعني يلغيها للمرأة يلغيها نهائيا. هاي موجودة، هاي مشكلة تصير، هاي موجودة فجوة، هاي فجوة أكبر تترك. حتى مرات إحنا نقول بعض المشاكل الزوجية الرجل يقولها أنت كذا وكذا وكذا عملتي أشياء غلط، بان هي تعترف تقولها أي صحيح أنا سويت هيك شيء بسبيل السكتة بسبيل تتخلص من هاي المشكلة، تعترف بغلط هي ما فعلت، شخصيتها ضعيفة. لا مو هي من كثرة المشاكل اللي صارت تريد تخلي حياتها تكون مستمرة، لأن كده عندها أطفال فما تريد تقطع هاي العلاقة. وهم عنده أطفال، مو بس أطفال بس هم معولين على صبر المرأة وسكوتها. على صبر المرأة احنا نحكي، المرأة تتحمل أكثر من السريع. على السريع تحديد قواعد لحل الخلافات على السريع، ماكو قاعدة ثابتة. أيوة. وهذا الشيء مو بس أنا أقوله، كثيرين آخرين وأخريات غيري قالوا من أصحاب الاختصاص. الموضوع بصراحة يعني هواية مقومات لنجاح أو نقول حل المشكلة، يعني لازم أكو تفاهم، لازم أكو أخذ وعطى بالكلام، وإلا هي المشكلة موجودة. أخذ وعطى بالكلام، تحديد قواعد ممكن، يعني ماكو قواعد، لأن إحنا ما عندنا هيك موضوع، ماكو قواعد على الأغلب الأكثرية. أي. ماكو ما يسوي قواعد، هو شنو هي مرة وانتهى الموضوع. نعم شكرا انك ست ندى نورتينا اليوم بحضورك اليوم عن موضوع مشاكل الزوجين، وتحدثنا عن اسباب المشاكل وايضا طرقنا بعض الحلول حتى نقدر نتخلص من هذه المشاكل. شكرا لك ويعطيك العافيه. ان شاء الله نتخلص. شكرا. ان شاء الله. نستقبل سكايب. وصلنا الى فقره سكايب. استاذ حيدر من النجف اكاديمي وصحفي، اهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك يا استاذ حيدر. أهلاً وسهلاً بكم، تحية لكم ولكل مشاهدي قناة السومرية الفضائية. عظم الله أجورنا وأجوركم أستاذ حيدر. عظم الله أجوركم باستشهاد الإمام علي عليه السلام. طبعاً النجف منذ أيام تشهد حركة كبيرة. نعم. وانسيابية. نعم. بدخول الزائرين إلى المحافظة المقدسة، حيث يوجد مرقد الإمام علي عليه السلام ومسجد الكوفة ومسجد السهلة وعدد من المزارات المهمة. الحكومة المحلية أعدت خطة أمنية وخدمية لاستقبال الزائرين المعزين منذ 19 من شهر يعني رمضان، وتستمر لغاية يوم غد استشهاد الإمام علي عليه السلام. هذه الخطة هذه الخطة تضمنت عدد من المحاور فيما يخص الجانب الأمني. أعلن محافظ النجف أن الخطة الأمنية تشترك فيها عدد من التشكيلات، تقريبا ما يقارب 20,000 عنصر أمني، وأيضا جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومديرية الاستخبارات والحشد الشعبي وفرقة الإمام علي القتالية. وأيضا تسند هذه القطاعات الأمنية المتواجدة داخل محافظة النجف تعزيزات فيما يخص وزارة الداخلية، حيث عززت التواجد الأمني من خلال أسنادهم بأيضا قطاعات من الجيش العراقي. وفيما يخص مديرية المرور أيضا أعدت خطة لانسيابية حركة المركبات. لا توجد قطوعات في محافظة النجف الآن إلا فيما يخص المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تقع في داخل المدينة القديمة وأيضا في محيط مسجد الكوفة المعظم. وأيضا استعينت بمفارز للكيناين من محافظات مجاورة ومفارز للدراجات
النارية من عدد من المحافظات. أما فيما يخص الخطة الصحية التي عدتها دائرة صحة النجف فتضمنت نشر 15 مفرزة في محيط المدينة القديمة وأيضا محيط مسجد الكوفة، والاستعانة ب 51 إسعاف أيضا بدعم من الإسعاف الفوري من محافظات كربلاء وبابل والديوانية. أما فيما يخص البلديات فقد أعدت خطة على محورين، الخطة الأولى تتضمن التواجد الكثيف للزائرين في محيط مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به، مرقد مسلم بن عقيل عليه السلام ومرقد بيته بالتمار وأيضا مسجد الكوفة، حيث أعدت بلدية الكوفة خطة لتوفير الخدمات كافة وتنظيف هذه الأماكن على مدار 24 ساعة. أيضا العتبة العلوية هناك خطة خاصة عدتها بلدية النجف الأشرف على محورين، الأول يتضمن الزيارة بالقرب من مرقد الإمام علي والثانية لمقابر وادي السلام، حيث تشهد أيضا توافد أعداد كبيرة من الزائرين من المحافظات الأخرى. هناك أيضا عدد من الكوادر فيما يخص دائرة مجاري النجف، وفرت 60 موظفا مع عدد من الآليات الحوضية لتوفير المياه. أيضا الخطط الخاصة بالعتبة العلوية المقدسة فقد أعدت خطة لتوفير 5000 وجبة إفطار وأيضا آلاف الوجبات من السحور، وهناك دعم لوجستي لمواكب العزاء والمواكب التي تقدم خدمة للزائرين الوافدين لمحافظة النجف الأشرف، وأيضا خطة خدمية لدائرة الكهرباء من خلال إنارة الأماكن المحيطة بالأماكن المقدسة. والنجف منذ أيام تشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين الذين أتوا لزيارة مرقد الإمام علي عليه السلام في ذكرى استشهاده. نعم 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 أستاذ حيدر، طبعا بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام راح تشهد مدينة النجف حظر سير المركبات؟ لا لا لا، لم يعلن في الخطة الأمنية وجود أي حظر سير بما يخص المركبات، فقط داخل المدينة القديمة باعتبار الكثافة السكانية وأيضا وجود عدد كبيرة يعني تصل قد تتجاوز هذه الزيارة سنويا من 1 إلى 3 ملايين زائر، وهذه المناطق ذات الكثافة السكانية لا يمكن أن تتحرك فيها المركبات ولا يوجد أي قطع أمني وهناك حركة وانسيابية. أيضا هناك خطة فيما يخص النقل، نقل الزائرين إلى محافظاتهم بالاشتراك مع العتبة العلوية، وأيضا محطات للاستراحة وأماكن يعني تلقي العلاج. أيضا فيما يخص يعني الخطة الصحية التابعة للعتبة العلوية بالتعاون مع دائرة صحة النجف. نعم شكرا لك حيدر أكاديمي وصحفي من النجف، يعطيك العافية، أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام. شكرا لك. شكرا شكرا. وصلنا إلى السوشيال ميديا وضيفتنا راح تكون البلوجر زهراء حسن. أهلا وسهلا بيك زهراء، نورتي برنامج مورنينج لايف. رمضان مبارك. رمضان كريم عليك. شلونك؟ شخبار زهراء؟ إن شاء الله تمام. نورتينا زهراء. زهراء اليوم احنا أخذنا موضوع عن المشاكل الزوجية، وانت بالصفحه الخاصه بيك ذكرتي مرت سنه بس كان البارحه، شكرا على كل شيء اللي قدمته لي بهذه السنه، انت بالفعل رجل مثالي بحبك وبعقلك وتفهمك وثقتك، كل الكلام قليل بحقك. بالفعل نعم. حلو المشاركه بين الزوجين من يخلي لي مساحتي الخاصه، من يكون داعم لي. لازم هذا الشيء موجود بكل فرد يعني موجود بينا، يعني أنا ما أقدر أكون أنانية أنت ما تسوي هذا الشيء لأن أنا ما أقبل، لا، من أني أخلي له مساحته خاصة وهو يخلي لي مساحة خاصة يعني راح نقدر نعبر، ما راح يصير يعني فتشي مكتوم إنه لا ولا ولا، يعني كثر لا. هذه الأمور والقيود ما راح تخلي الأمور تستمر. يعني أنت تواجهين مشاكل بحياتك بس تقدري تتخلصي من عندها نفس الوقت؟ أكيد يعني طبيعي، يعني كل شيء بالتفاهم حلو، يعني يعني اي شيء اي مشكله لازم انه ما تعبر بدون ما تتفاهم، حتى اي شيء بعده اي مشكله بعدها تنحل بالضبط. يعطيك العافيه زهراء. خلينا نحكي على زهراء حسن اليوم كبلوجر. هي بلوجر، بيوتي ادفايزر، فاشينيستا. انا بدايتي يعني مؤسسه فريق خير. حلو. تقريبا صار لي 6 سنين 7 اسست فريق خيري، يعني يضم تقريبا 40 شخص. تمام.
جمعناهم عن طريق السوشيال ميديا وأصدقاء وغيرها وغيرها. نعم. يعني سوينا هواي أمور كلش حلوة. شنو قدمتوا؟ كل شيء، يعني سواء بأزمة كورونا، برمضان، زرنا يعني بيوت مال ناس كلش محتاجة نرممها ونساعدهم. شلون وصلتي لفكرة البلوجر؟ يعني الناس هي تخليج، يعني الناس اللي يعني صارت صدفة. صدفة هي. يعني حبوا الشكل، حبوا طريقة الشال، حبوا طريقة المكياج، فبالفعل الناس هي اللي تخلي، هي تجبرك يعني تخليج. أنتي خريجة؟ أنا أداب إنجليزي. أداب أداب إنجليزي. برافو عليك. تسلمي. فأني بالصفحة مالتي أشمل كل شيء، كل شيء كل شيء بحياتي يصير سواء سلبي أو إيجابي أنطيهم الخلاصة. يعني أنا أحب أكون مؤثرة، يعني كلش كافي علي منه هواي بنات يقولوا زهرة أنا من أكبر رح أصير مثلك، لأن هواي أمور قدمتها إنه صار. طيب إذا قالت لك زهرة أنا رح أكون مثلك، شنو تنصحيها اليوم؟ أنصحها إنه ما تغلط أبداً، يعني خلي تكون يعني هي تحكم نفسها وتحكم عقلها وتبتعد عن كل شيء سيء. على شنو تستند تحكم نفسها وعقلها؟ سؤال على نفسها. يعني الشخص اللي ما يستند على نفسه وما يراجع نفسه كل يوم، هذا صح هذا غلط، عافية اتطورتي صعدتي نزلتي. إذا أنت تقولي لي أنت ما راح تعرفين شو اللي بداخلي بالضبط، يعني كل واحد يعرف شو اللي بداخله بالضبط وشنو اللي راح يسويه وشنو المفيد له. يعني بس على نفسه، يعني ما يرجع لعائلته وأصدقائه مثلا؟ أكيد طبيعي. ما يرجع؟ لا يرجع. لا يرجع. طبيعي. يعني أنا عندي صديقة، بالفعل نرجع نجي على موضوع الأصدقاء، الأصدقاء كل شيء يأثرون سواء سلبي أو إيجابي. أنا عندي صديقة تأثر علي بشكل إيجابي جدا، هي كاتبة، خلتني أني أقرأ، خلتني أطلع عن أمور كلش هواية حلوة. حلو. فهم أنصحها إنه تبتعد عن أصدقاء اللي هم غير مفيدين إلها. وبالنسبة للأهل، الأهل يعني الداعم الأول، أنا داعمي أمي أبويا هواية دعموني، فهم أكيد صراحة يشوفوني. الله يحفظهم. تسلمين. فهواية هواية أنطوني ثقة، أنطوني حرية، حرية يعني بالشكل المعقول. بالشكل المعقول بالضبط. أنا أتذكر والدي أول يوم دخلت كلية قال لي راح أنطيك حرية، بس أتذكري أنت منو؟ بنت منو؟ بنت منو؟ أي دائمة. أي أي. فأنطاني حرية، فبالفعل من بعد هاي الكلمة أستحي أسوي شيء غلط. طاج الثقة. بالضبط. بالضبط. ولد الثقة بداخلك. زهرة، اليوم السوشيال ميديا صارت تستخدم لتبادل الخبرات التي تجمعهم نفس الاهتمامات. صح. كل واحد ينطي خبرته بس بالتالي ونفس الاهتمام. صح. اليوم شنو أنت اللي تقدمي محتواك بالمواقع التواصل الاجتماعي؟ شنو أكثر شيء قدمتي وشنو أكثر شيء لاقيتي إقبال عليه؟ النصائح. يعني أنا أشوف النصائح. نصائح إيش؟ ميك اب، ملابس؟ لا لا، تنمية بشرية. تنمية بشرية. تنمية بشرية. شوفي، إحنا عندنا البنات ما عندهم أحد اللي ينصحهم. أوكي الأم ممكن مشغولة بيت دراسة الأطفال غيرها، بس ما عندها يعني ما تقدر توصل لها بالنقطة اللي كل شيء قريبة عليها. أو نجيبها بمحور آخر، مرات أنا أروح أسأل جمانة أستقبل نصيحتها كصديقة تفهمني بنفس عمري، ووالدتي أحس لا ما راح تفهمني، ما راح توصل اللي أنا دا أحسه. صحيح. بالضبط. فأنا يعني بنية ما أعرفها ممكن هي تعرفني تجي لي تحكي لي قصة حياتها، زهراء أنا شنو أسوي؟ بالفعل أنا بالرغم التجارب، يعني أنا صح عمري 24 سنة، بس يعني شفت هواي أمور أقدر أحكم وأفصل بيناتهم. زهراء شنو أسوي؟ ابتعدي عن هذا، سوي هذا، غيرها. يعني ذاك اليوم يعني هذا الشيء طبعا مو زين، ما تقول لي أنا أنفصل يوم ما أنفصل. فقلت لها أنا ما أقدر يعني أقرر عنك، أنت شوفي حياتك إيه. فلهذه الدرجة إنه ما عندهم الشخص اللي يقدرون يحكون وياه كل شيء. زهراء يوم شلون وثقوا بيك لهالمرحلة بحيث يحكون لك عن أسرار حياتهم الشخصية، وهم يعني أنت وياهم بس خلف الكواليس؟ صح. من خلال تعليقات أو كلمات. طيب إحنا اليوم شلون نعطي ثقة كاملة للشخص إحنا ما نعرفه، فقط بس صح. مجرد هو يكون بالسوشيال ميديا، شلون زين راح أثق أنا من أعطيته هذا الثقة والأمور الشخصية؟ شلون كسبتي ثقتهم؟ أنا جدا قريبة عليهم، يعني من أقول عائلتي الثانية بالفعل هم عائلتي الثانية، بحيث أنا ما صاير شيء بحياتي إذا ما مقدمة لهم الخلاصة اللي هم راح يستفادون من أداه. فمن يشوفون شخص إنه مشاركهم بالأمور الإيجابية أكثر ما هي سلبية، فأكيد راح يثقون بي وبتفكيره.
طيب اليوم مخاطر السوشيال ميديا كلش صارت هواية. بالفعل. اللي يستغل أهله بطريقة بشعة، اللي يستغل أطفاله، اللي يطرق المحتوى مثلاً يقلد على المشاهير، يلزم فد زلة على فد بلوغر معينة. صح. شنو رأيك بهذا الكلام اليوم؟ يعني اللي يزعجني بالموضوع إنه الأشياء السلبية يعني تنشر أكثر من الأمور الإيجابية. نعم. يعني هذه النقطة كلش تقهرني صراحة، لأن كلش أكو هواية محتويات حيل حلوة فما حد يعرفها. خلي ينتشر شيء سلبي موجود بكل مكان هسه على كل المواقع تلقوها. نعم. فهذا كلش يعني شيء إيجابي وأتمنى ينتهي وما حد يروج إليه. نعم. تمام. زهراء، أنت قبل شوية ذكرتي أكو بعض البنات يستشيروك بأمورهم الشخصية. طيب اليوم زهراء لمن تستشيرين إذا احتاجيتي شيء؟ دكتور أحمد أمارة إذا تعرفوه. نعم. أي مشكلة أني تواجهني بحياتي أفوت أشوف الفيديوهات مالته، فهو مثل ما نقول الأب الروحي. فيعني هواية أنا استفاديت من عنده، ومسار حياتي إنه أحسه هيك كل ما يصير زلة أروح أشوف وأتابع. شنو استفاديتي من عنده يعني مثلاً في دينه؟ بصراحة الطاقة الإيجابية. أكو ناس هواية تضحك على هاي الكلمة، بس بالفعل الطاقة الإيجابية تكتسب جداً جداً. يعني أنا يعني اختيار المحيط، الأشخاص، بالضبط، حتى تفكيرك أنت. إذا تفكيرك أنا فقيرة، أنا مو حلوة، أنا هيجي، أنا هيجي، راح الصديين هذا أنت حلوة وأنت تخبلين وأنت يعني كل يعني لا تصيرين دراما كوين. بالضبط، لا تصيرين دراما كوين، الله يخليك. لأن كلش راح تلتبسك حيل حيل. فأحمد عمارة كلش انطاني أمور حلوة، منها الثقة بالنفس ومنها ثقة برب العالمين. هو يربط الدين بالروحانيات. بالضبط. يعني يربطهم اثنيناتهم، فهو الأيدول مالتي. تمام. اليوم نرجع على السوشيال ميديا كتأثير. دخلتي لعالم، صرتي بلوجر، صار عندك متابعين، صارت ناس عندها ثقة بيك، تاخذ نصيحتك، بالتالي شنو رأيك بالمشاهير اليوم اللي ما رايحين للشهرة رايحين للشهيرة؟ يعني مشاكلهم الخاصة على السوشيال ميديا، على التيك توك وعلى الانستغرام، تفاصيل ما مهمة وتافهة وفارغة همين على الانستغرام، بالتالي دي يأثرون على المراهقين. وتعرفين انت يعني جيل المراهقين هو جيل جدا خطير، ياخذ يكتسب. صح. يكتسب عاده وممكن ياخذها له ويستمر عليها وهي مو له ومتلوق له، ممكن توصله الى مكان خاطئ. وانا متاكده هسه المراهقين هم متاثرين بيهم اكثر ما متاثرين يعني بالناس اللي محتواهم صح وزين، والناس اللي قاعد يخلوهم ينتشرون هم المراهقين بصراحه. يعني تجين على المتابعين مالتهم عمره 14 سنه 13 سنه، ممكن هو يقتدي بي، يحلم انه يصير مثله، يضحك الناس، يكون فد شيء مضحك مثل ما تقولين شهيرة. فإنه خطر السوشيال ميديا هم المراهقين اللي ما قاعد يتوجهون توجه صح. زهراء ذكرتي بداية كلامك إنه أنت كونتي أو خصصت فد فريق معين لأعمال الخير. طبعا هذا الفريق انتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. بعض الحملات التوعية وجدت مساحة أفضل من التجول في الشارع من خلال السوشيال ميديا على منصاتها لتوعية أفراد المجتمع بالمشكلات والقضايا المهمة. اليوم فعلا السوشيال ميديا قامت احنا نقول مثلا انطت مساحة أكبر لحملات التوعية أفضل ما تكون حملات التوعية بالشارع. شيء أكيد طبيعي، مثل ما نذكر يعني جائحة كورونا إحنا يعني هواي انتشرت بوستات عن التوعية، شلون نقدر نتفاداها وشلون نقدر إنه ما ننأدي. فهذه يعني انطلاقة كلش كبيرة غيرت عن التوعية بين الشارع وبين الميديا. وبالنسبة لمجالي يعني هواي ناس سوت فرق، إنه من شافوا فريق زهراء يعني فريق فرحة جو يسألوني استشاروني، فهذا هم نوع من أنواع التوعية. أكيد طبعاً. اليوم نحتاج رقابة على السوشيال ميديا، على إنستغرام، السناب شات، لأنه من يعني اللي يدخلون من هب ودب ويصيرون بلوجرز، وللأسف يعني المتابعين هم اللي يدفعوهم. صح. يعني البعض مثلاً المراهقين دي يتأثر، البالغ دي يتأثر، بالتالي هو اللي دي يزود الأرقام. اليوم نحتاج الرقابة. أتمنى تكون رقابة قانونية على هذه الأمور، يعني لازم أكو حد لكل شيء قاعد يصير. يعني الرقابة شنو تتضمن برأيك اليوم زهراء؟ يعني الرقابة أي شيء محتوى يعني غير مقبول تتأثر به الناس بشكل سلبي أتمنى أنه يتوقف. طيب. طيب أنتو حملات التوعية اللي دشوف وين حملات توعية خيرية زي ما تقدرون تسوون حملات توعية تكافحون هذه الفئات؟ ما راح نقدر،
لانه هم دا اقول لك يعني هم اكثر يعني هو الشيء الايجابي ما قاعد تتجهون عليه فما راح تقدرين انت لا ما راح تقدري تلمين هذا كله يعطيك العافيه يا زهره انت تقدرين انه كلش تمسكيهم وشوي قليل من هذه الامور زهره حسن بلوجر يعطيك العافيه ونشكرك على وجودك ونتمنى لك موفقيه بحياتك ودائما هاي الطاقه الايجابيه اللي دائما حولك تكون حولك وما تفارقك ان شاء الله للامام الافضل اهلا وسهلا بك ننتقل الى موضوع جدا مهم اليوم المراه بشكل عام المراه العربيه دا تاخذ المرتبة الأولى بالعالم إنه هي دا تنفق 24 مليار دولار على جمالها أكثر من صحتها أكثر من صحتها هو هذا الشيء حلو ومو حلو بس إحنا نقول بالنهاية من شخص يهتم بصحته أكيد راح تظهر عليه مفاتن الجمال كلها للأسف إحنا نشوف بعض الأشخاص دا يهملون موضوع الصحة طبعا الصحة كل إنسان صحيح. أهم شيء بحياته هو صحته من خلال التزام بالوجبات الغذائية التزام بالرياضة ابتعاد عن الدهون والسعرات الحرارية كل هذا اليوم لازم احنا نبتعد عنها لكن اليوم من الصعب ان نشوف المرأة تهتم بجمالها على صحتها يقول البعض ان دراسة الجمال هو مفتاح النجاح اليوم انا اذا اريد انجح واخذ مثلا الوظيفة الفلانية او ازيد راتبي بجمالي بس هذه يعني اكيد فكرة جدا خاطئة اليوم انه انا مثلا اقارن جمالي بنجاحي اكيد نجاحي بفكري نجاحي بقوتي نجاحي بثقتي بنفسي الجمال يمكن يولد الثقة بالنفس أكيد. بصراحة نحتاج احنا للجمال لكن اكيد نحتاج للجمال لكن انه احنا نشتغل على نفسنا قبل أن نشتغل على الكفر الخارجي أو الغطاء الخارجي وأكيد أصحاب الاختصاص هم لهم الدور أنه ينصحونا ونشوف شنو أخبار الجمال وليش المرأة اليوم اهتمت بجمالها أكثر من صحتها ويا الدكتورة دعاء عباس أهلا وسهلا بيك دكتورة دعاء منورة مورنينج لايف طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين أهلا دكتورة أهلا وسهلا بيك دكتورة طبعا يوم احنا موضوعنا عن موضوع المرأة تنفق على جمالها أكثر مما تنفق على صحتها أوكي. اليوم هذا الشيء صحيح اليوم المرأة تميز جمالها على صحتها شوفي هو ماكو فشي نقدر نخليه يتعمم على الكل نعم. أكو فد نسبة من الناس اللي ما اهتموا بالتجميل وصل لمرحلة هوس عندهم نعم. فهذه مرحلة الهوس قامت تضغي على كل جوانب الحياة الثانية نعم. ممكن أكو شغلات مأثرة على صحتها تتجاوزها بس أهم شيء إنه هي مستمرة لتجدد تواكب أي شيء حتى الإشارات وعمليات التجميل هسه صارت مثل مودة تجي فد شيء يكون سائد مثلا طلعت عين القطة شفت أنجلينا جولي فالناس قاموا أريد نفسها أي أحد فد تريد هي مجرد تواكب على هالشيء بس ما نقدر نقول نسبة كبيرة من الناس أكو ناس لا يعني انه فعلا وصلت عندهم هاي المرحله من الهوس اللي وصلوا لهاي المرحله بس نقدر نقول نسبه كلش كبيره هناك يمكن دراسه نشرتها الصحيفه الصينيه انه اليوم المراه العربيه اخذت المرتبه الاولى وتصدرت بانه هي تستخدم مستحضرات تجميل لتلتجئ الى عمليات التجميل شكو صالون تروح لاول الناس بالتالي تنفق 25 مليار دولار بالسنه سنويا هذا الشيء فاليوم خلي احنا يمكن سلطنا الضوء على هذه المشكله الكبيره اليوم المراه اذا سنها يوجعها راحت مثلا شافت خدها نازل وخدها صاعد راحت خدها عادي سنها عادي بتنام اليوم مثلا عندها خلل بيئه تنفس او جيوب تروح لا تقول لها جملي خشمي يعوف الجيوب صح. اليوم المراه ما دي يصير عندها الثقافه انه اليوم جمالك صحيح مهم لكن صحتك اهم اكيد طبعا جبتي فد مثلا هسه اعطيتي مثال حلو على تجميل الانف مثلا هي عندها فد مشكله فد تروح شو تسوي تعالج بس الشكل الظاهري ما دي يهمها الوظيفه هنا يجي عندنا دور الطبيبه بصراحه الطبيب المفروض ما يسمح بهيك حاله انت عندك مشكله لازم احنا نعالج كل شيء وظيفيا قبل لا نعالج الشيء كشكل هاي شغله كلش مهمه تجيك مرات مراجعه تختار فد شكل معين اريد هيك يكون شكلي بالضبط اريد شكل خشمي يطلع بالضبط هيك شيء هذا الشكل اذا توصلي له انت تضطرين تاثرين على الوظيفه فهي الشيء المفروض الطبيب ما يقبل به التوعيه لازم تجي صحيح لانه تبقى بصراحه المراجعه هي ما تعرف مخاطر هالشيء عليها اذا هي عندها بالاساس مشاكل بالتنفس وتجي صغر فتحات الانف راح تزيد عندها هاي المشاكل راح تاثر على صحتها بصوره عامه فاكيد
أكيد هذا الشيء يعني يبقى مسؤولية الطبيب والتوعية للمراجعة، لأن تبقى هي لحد ما هي ما عندها كل المعلومات الكافية عن الموضوع. أما قلنا على نسبة إنه إيش قدر راح تصرف وعلى التجميل وهيك شيء، هي شوفي صراحة إنه شيء حلو كلش إنه واحد يهتم بنفسه. حلو طبعاً. كلش حلو. يعني يوم مثلاً أنا أرد أجذب زوجي، يعني مرات شوفي تفكير النساء المتزوجات. اليوم أنا أجمل نفسي وأروح أنفخ وأروح أسوي يعني معايير جمال بسيطة مثلاً. الخاطر مثلاً إنه أنا اليوم زوجي أريده يهتم بي، أريد زوجي ما يباع على غيري، أريد زوجي ما يتزوج علي. طبعاً هذه أفكار وهواسي المرأة تعيش فيه. هي أصلاً الأنثى تحب تسمع. تحب تسمع، يعني تحب تسمع المديح، حليانة زغرانة شنو مسوية تغيير، كلنا نحب هيك شيء. هاي تغيير تأثر كلش قد ترفع هذا هرمون الأندرالين مال السعادة فل كلش. يعني هي يعني تحب المرأة تسمع هيك شيء ومن حقها ترى طبعا. يعني حتى إذا خصصت فد جزء نفسها كلش راح يغير لها، يغير لها بنفسيتها. قلت قبل شوية حكيتي في شيء إنه قلتي إنه الزايد من ثقتها بنفسها، هي إحنا نبقى هذا فد شيء نسميه كل التجميل هو إكسسوار صحيح، مو شيء أساسي بس شيء تكميلي. إيه هو شيء تكميلي، شيء راح يفيدها، راح يفيدها، لأن المرأة هي طبيعتها هي مضحية، تلقيها دائما تخلي كل شيء قبل نفسها صحيح. كل مرأة تخلي أولادها وبيتها وكل شيء، بعدين ما راح تلقى نفسها، بدأت تتقدم بالعمر، بدأت علامات الشيخوخة تبين عليها، راح تتأذى، تحس نفسها أنه هي ضيعت كل شيء، فتلقيها كلش تدخل العالم التجميل بطريقة هوس. تريد تغيير كل شيء هوس هوس. فأحنا يجي دورنا شنو نهدي شوية، لازم كل واحد يحافظ على شكله، كل واحد له جمال خاص به، تغييرات بسيطة راح يطلع في شيء كلش حلو عنده، وبنفس الوقت ما راح يحتاج يصرف هالكم من المبالغ، يعني لأنه كل شيء يعني يزود عن الحد راح يعطي نتائج عكسية. نعم دكتور دعاء، احنا نشوف عمليات التجميل حاليا اللي يصير عليها اقبال كثير من الشابات اللي بعد عمرهم ما متجاوز الأربعين سنة، ودي يروحون يسوون البوتوكس للتجاعيد او شد الوجه، كل هذا اليوم هم مستحقين بهاي الاعمار بصراحة؟ يعني هم فعلا هذا الشيء دا يسووه صحيح لو هذه الامور لازم تكون بعد سن تجاوز الأربعين؟ لا اكو شغله عندنا انه انت تعالج مو تصير المشكله يلا تعالجيها. نعم. احنا يعني نتوقع اساسا ما تظهر المشكله من الاساس، مثلا البوتوكس يعتبر وقائي راح يخلي لك تجاعيد من الاساس ما تظهر، فما راح تظهر لك مشكله حتى انت تضطرين تجين تعالجيها. بس اكو شغلات هم يعني مثلا تجين حقن الشحوم بكميات كبيره مثل ما تشوفين اللي تسبب بالمستقبل ترهل، وهي راح تزيد لك الترهل بعدين. كل شيء إلى وقت معين يعني صحيح. كل شيء إلى وقت. عملية شد الوجه إذا مثلا هي من لسات عمرها 35 سنة بدأت ترفع تقص أجفان وترفع الحاجب السوي كات آي وهيك شيء، بعد وقت لهالشيء بعد جدتي للسلاح. دكتورة دعاء على كل شيء ضروري نحكي على الأعمار المناسبة، شو وقت تتطلب إنه تسوي مثلاً كات آي، لكن أول شيء ناخذك إلى استطلاع بالشارع العراقي مع نور الجميلي نشوف آراء الناس، ليش المرأة اليوم اهتمت بجمالها أكثر من صحتها. يسعد صباحك يا نور، تفضلي. أحلى صباح لكل متابعين برنامج المورنينج لايف. سؤالنا اليوم هو هل المرأة تنفق على جمالها أكثر من صحتها؟ خلينا نشوف آراء الناس. من المفترض يعني حسب رأيي أنا يكون توازن بين الجانب الصحي والجانب الجمال اللي للمرأة، بحيث تحافظ على الأمور المالتها المهمة اللي جاي تلاحظها بالمجتمع. بآونة الأخيرة بسبب التواصل الاجتماعي ازدادت هاي الظاهرة، ظاهرة الإنفاق على المكياج والتاتو إلى آخره. بعض الناس عندها رفاهية إضافة إلى أنكم ملل، فهذا راح يؤدي للهوس، وهذا الشيء يعني غير صحيح تماماً. اليوم كثير من النساء ممكن غادرت جزئية إنه الصحة تبحث فقط عن الشكل والجمال، ممكن اليوم العراقيات المادة الوقت الزمن كله تنطي فقط للجمال، لكن الصحة خارج قوس. فاليوم نتوجه من أمام الشاشة العراقية لحضراتكم إنه تكون أكو اهتمام حقيقي لهذا الجانب حتى نغادر ونفيد نوعا ما من الجوانب الشكلية فقط. يعني أكو لا يكتفن بجمالهن الرباني وما يضيفن شيء لوجههن، لا هذني الأبر ولا التاتو ولا، وأكو يعني من وحدة لوحدة يعني تقول لها تعاي هاي حواجبك وهاي عيونك وهاي شفايفك وهاي،
بس يعني شكل مختلف. يعني ممكن المرأة تنفق على جمالها لكنه ليس على حساب صحتها، ما يصير يعني. شيء اعتيادي، هذا أصبح واقع حال بكل دول العالم مو بس بالعراق. فالمرأة يعني صارت أصبح تنفق أكثر ما تمكن حتى على بيتها في جبيل أن تحسن جمالها وصورتها قدام المجتمع. إذا تسأليني أقول لك هذا غلط. المرأة تهتم بصحتها أفضل ما تهتم بشكلها، يعني الصحة أفضل. يعني هاي كل عمليات التجميل اللي تصير موجودة عندنا مراكز التجميل، هي حتى ماكو رقابة عليهم. وصلنا لنهاية استطلاعنا وياكم للمورنينج لايف، نور الجمعين. رجعنا من بعد ما شفنا الاستطلاع ويا نور، يعطيك العافية نور على هذا الاستطلاع الجميل. يعني ما شاء الله الرجال كلش مركزين ويانا صراحة يعني. وكلهم يحبون الصحة ما يحبون الجمال. كلهم يحبون الصحة ما يحبون الجمال، يا سبحان الله. إذا طلعت في التجعيدة بوجهها هاي شنو؟ ليش ما مهتمة بنفسك؟ من نشوف عن الخيانة الزوجية ليش تصير حالياً؟ اليوم خلينا نحكي على الصحة والجمال. أكو فد علاقة مترابطة جداً. اليوم مثلاً المرأة إذا اهتمت بجمالها وقال لها اليوم أنت طالعة كلش حلوة ما شاء الله عليك، شنو هالبشرة، شنو هالجلوينج، العيون صار مسحوبة، الوجه مسحوب، إذا سوت شد تجيها صحة وعافية للجسد والحالة النفسية. فليا سبحان الله. أنتي تقولين هو فعلا هما مترابطين. احنا من نجي نعالج اي شيء احنا ما نعالج عرض، نعالج المشكلة. نعم. فمن يجي احد عنده فد مشكلة معينة نشوف سبب المشكلة الاساسي وين. مثلا تجي مراجعة انا بشرتي باهتة اريد وجهي يصير بيه نظارة. نعم. من نجي ندز تحاليل وشي يطلع عندها فقر دم. نعم. يعني اجيت اعطيتها حق النظارة، عالج خيوط نظارة وحق وهي كلها راح يعطيها في نتيجة وقتية لمدة صحيح. أسبوع الهواية تقول أنا ظليت أسوي ومدى أشوف فرق. صحيح. ليش؟ لأن تعالجين أنتي عرض، مدى تعالجين نجي المشكلة. نجي لطريقة أخرى، مثلا اليوم المرأة أنا مثلا عن نفسي لما دخلت سن الثلاثين بديت أهتم بأكلي أكثر، بديت أهتم أنه شنو الأشياء اللي تدخل لجسمي اللي تفيدني، اللي لما أنا أكبر بالعمر يعني مثلا يقولوا لي والله أنت عمرك بصراحة رقم ما مبين عليك. أمانة يعني اليوم إحنا نحتاج أنه نثقف المرأة أنه أنت لما توصلين لعمر 30 مو بس أنه تهتمين بالكبر الخارجي، لا، أنت تهتمين بالأكل اللي يدخل الجسمك والألياف البروتينز الفيتامينز. تحب البشرة هو مين دي يجي؟ هو الأجهزة، هو الجسم كله ناس مترابطة بناس. نعم. يعني أي مشكلة راح تطلع لك راح تظهر لك بمكان راح تأثر عليك. نعم. فأنتي لازم تعتنين بكل الجوانب. يعني دكتورة أنا عن نفسي صار لي يمكن 3 أشهر قطعت الخبز وقطعت التمن. يعني تمن ممكن أكل خاشوقة بالشهر، خاشوقة مو أكثر، وأمارات يعني والفراير. لكن اليوم أنا شفت أكو يعني اختلاف، البشرة قد تفرز دهن، التجاعيد ممكن شوية أقل، الجسم حتى نوعيته تصير ترفة أكثر. أكيد طبعاً. عدت شرح مثل ما حكينا كل شيء مرتبط بشيء، عدت شرب الماء بكميات كافية. صحيح. كلش لها تأثير. يعني دكتورة خلينا نحكي عن الأغذية المهمة اللي تعطينا نظارة أو رونق أكثر لبشرتنا، والسوائل أيضاً. يوم قد يحتاج الجسم من هذه الفيتامينات والسوائل اليومية؟ أي شيء، شوفي أي شيء تجين عليه صحي بعيد عن دهون عن سكريات عن كل هاي التفاصيل راح تفيدك كلها للبشرة. نعم. عدت شرب المي بكميات كافية، النوم الساعات كافية، استخدام عندنا ثقافة واقي الشمس شوية كلش مبتعدين عنها اللي هي كلش مهمة، لأنه عندك أشياء إحنا ما شاء الله جونا يراد العناية خاصة وشمسنا كلش قوية. نعم. يعني عندك بس استخدام واقي شمس بنسبة صحيحة للوجه راح توقيلك حتى من التجاعيد. شلون نعرف النسبة الصحية؟ عن طريق دكاترة تقريبا هي البشرة، يعني الجونة اختصاص البشرة 30 إلى 50 يكون كلش مناسب. ها أوكي. بالنسبة الجونة كل كل بلد إنه يعني إلى تأثيرات من الشمس تفرق إلى على البشرة. نعم. أي فقلنا أنه شرب مي كميات كافية، نوم ساعات كافية، والأكل الصحي. دكتورة دعاء عباس طبيبة مقيمة جراحة الوجه والفكين، يعطيك العافية، نتمنى لك الموفقية ويسعد يومك. أكيد. شكرا جزيلا. شكرا جمانة، شكرا لهذا الكادر. انتظرونا باكر بحلقة جديدة من مورنينج لايف، مواضيع أشوق. انتظرونا باكر، باي.